هل لأن الموضوع ما مسؤول عنه شخص واحد، يعني ما كان هناك محافظ واحد أو مسؤول واحد عما يحصل في محافظة نينوى. يعني مثلا خلينا نتحدث عن نوفل العقوب، يعني نوفل العقوب كان محافظ نينوى مع احتفاظي بالألقاب، يعني كان هناك حملة قوية من المنظمات الدولية. يعني أنا كنت في حينها بال 2018 و19 رئيس لإسناد أم ربيعين، وبعدين لغت هذه اللجنة لأسباب ما نريد نتكلم بها، المهم ما نحن بهذا الموضوع. أنا كان من أهم مهماتي متابعة تنفيذ مشاريع المنظمات الدولية في محافظة نينوى، وكنت مكلف من مكتب رئيس الوزراء، مدير مكتب رئيس الوزراء، يعني أنا جاي من أعلى سلطة تنفيذية لمتابعة هذا الموضوع. طبعا بالرغم من كل قوتنا واتصالاتنا، كان هناك تغطية كبيرة من قبل كل المسؤولين على عمل المنظمات. يعني مثلا بس أخذت تقارير كثيرة، منظمة اليو ان دي بي قالت احنا صرفنا مليار و250 مليون دولار. يا تعالوا هاي المليار و250 دولار نريد نشوفه على الارض. طبعا على الارض ما موجود شيء، موجود يمكن 10% او ما يتجاوز 15% من هذه المبالغ، بالاضافة الى المنظمات الاخرى اليو اس ايد، واكو منظمة المانية ايضا اشتغلت مستشفيات ومنظمات صغيرة عدا منظمات المجتمع المدني. هذه الأموال بعدين اكتشفنا بأنه هذه الأموال حتى لو كانت تصرف تسجل على تنمية الأقاليم، ومبالغ تنمية الأقاليم تسرق اللي يقول بهذا الاتجاه وتسجل على تنمية الأقاليم هذه المشاريع ومبالغ تنميتها، نحن اكتشفناها يعني واقعيا. يعني في أحد الاجتماعات مدير ناحية بحشيقة تخصص له مبلغ من تنمية الأقاليم تقريبا 400 مليون دينار عراقي لبناء إدارة للناحية. بعدين مدير الناحية قال يابا أنا هاي الدائرة استلمتها من منظمة اليو ان دي بي الأمريكية، فأنتوا شلون منزليها بتنمية الأقاليم؟ ففي وقتها انحرج المحافظ أمامي وأمام المسؤولين الجالسين كلها. بعدين طلبنا كشف في هذه المشاريع، ما حد انطانا كشف لأنه يعرفون أكو مصايب كبيرة اليوم.